لوحات فنية تتوزع هنا في أروقة متحف الشارقة للفنون. هي أعمال لم يرسمها فنانون محترفون، بل هي إبداعات مزجت عناصرها عبر مجموعة من أصحاب الهمم في مركز الفن للجميع، فلج التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. مشاركات تحمل تجربة فنية ملهمة، وهي بشعار أنا هنا، إعادة تعريف الإعاقة في عالم الفن، لتتيح الفرصة لهذه الفئة لتوسيع آفاقها عبر تجربة قوة الفن، لتحويل التحديات إلى فرص للتعبير والتأمل. هو رسالة بتدعو إلى دمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحراك الفني والثقافي. المعرض بيمثل جسر مهم جدا للتواصل ما بين الفنانين من ذوي الإعاقة والفنانين من غير معاقين. بيضم المعرض أكثر من 34 فنان من ذوي الإعاقة وأكرمهم من غير معاقين، بيقدم حوالي 84 عمل فني سواء من لوحات فنية أو أعمال تكوينية بتعبر عن الأشخاص من ذوي الإعاقة ورؤيتهم للعالم. تجربة فريدة تجمع بين قوة الإبداع والتعبير الإنساني. يقدم فيه مبدعون من أصحاب الهمم أعمالاً تعكس قدراتهم الفنية وتجاربهم الشخصية، وهي وإن اختلفت إعاقاتهم فإنهم أظهروا مواهبهم المتميزة بأشكال فنية متنوعة. عندي إعاقة حركية بسيطة، مشاركة بمعرض أنا هنا بست لوحات مختلفة، وفي لوحتي السابعة بالرسم الحي بتعبر عن فكرة، فيها فكرة بالذكاء الاصطناعي، في عن نظرة الشيخ زايد، نظرته للمستقبل والشيء القديم اللي كان، التراث الخليجي اللي كان قبل. عمري 21 سنة، اشتركت فن الجميع بثلاث سنوات. كان المركز وعائلتي شجعوني أتطور واشتهد أكثر، واشتركت 4 لوحات. مبادرة لا تثري المشهد الثقافي فحسب، بل تعزز فكرة أن الفن لغة عالمية مشتركة لدى الجميع، موفرة فضاء رحبا لطاقاتهم، وتبرز تأثير الفن الذي ينعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والجسدية للمشاركين. معرض يدعم المواهب المذهلة لفنانين حطموا الحواجز وتحدوا إعاقتهم فأبدعوا أعمالا فنية ملهمة. ولسان حال كل فنان يقول أنا هنا. لنشرة علوم الدار، أحمد الطنيجي، الشارقة.